سلام حبيبة قلبي، وش راكم؟ ان شاء الله راكم ملاح. باليوم جبت لكم وصفة بزاف بنينة، نتاع ليمونة تجي بزاف خفيفة وتهبل. نبدأ على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. هنا البنات عندي بيضة كاملة، عندي كاس حليب دافي، عندي مغرف كبيرة خميرة الخبز، عندي سبع مغارف كبار زيت، وزوج مغارف كبار سكر. البنات هنا في البول تاع البيترا راح نحط الحليب تاعي، نزيد له مغرف كبيرة خميرة الخبز، مع زوج مغارف كبار سكر، هنا البنات راح نزيد بيضة، ندير نص تاعها برك، ونص ثاني راح نخليه ندهن به الوجه تاع الليمونة من بعد. ونزيد 7 مغارف كبار زيت. ونخلط بالفوي مليح مليح. البنات حطيت خلط كامل المقادير تاعي، هنا البنات بعد ما خلطتها مليح راح نحط كاس تاع الفارينة الاول. في المرحلة هذه البنات لازم نغربلو، ونخلط بالفوي مليح حتى نتحصل على القوام اللي من بعد تشوفوه. في المرحلة هذه البنات لازم نخلط مليح بالفوي مليح مليح. نحاول نهبط كامل الفارينة اللي طلعت لي على البول. راح نزيد الكاس الثاني تاع الفارينة، ونفس الطريقة راح نغربله حتى هو. هنا البنات في الكاس هذا راح نحاول نلمه مع العجينة برك، ما نشرح نخلطه كما في الكاس الأول. هنا البنات بعد ما حاولت نلمها راح ندير مبشور الليمون ومغرف صغيرة ملح، وندخلهم في الخليط تاعي. هنا راح نزيد الكاس الثالث تاع الفارينة، راح نغربله ثاني بنفس الطريقة. هنا البنات مانيش راح نستخدم الفوي خلاه، راح نعجنها بيدي، ماشي نعجنها غير نلمها برك. هنا بعد ما لميتها راح نزيد الكاس، نص كاس عفوا نتاع الفارينة،
ديما البنات نغرب الفارينة طايبة هادشي خفيفة. احنا راح نزيد نص كاس. هنا البنات راح نكون درت 3 كيسان فارينة ونص، يعني ثلاث كيسان ونص فارينة. هنا البنات راح نلمها بيدي. هنا بعد ما حاولت لميتها راح نحطها في البيترة مدة 3 دقائق. كما تقدروا تعجنوها بيديكم، بس حوالي 5 دقائق ولا 6. هنا البنات بعد ما عجنتها بالبيترا راح نحطها تخمر. البنات هنايا لاباط تاعكم لازم تكون تتلاصق شوية. هنا بعد ما خمرت راح نقسمها على زوج. هذه الخبزة الأولى حبيباتي، راح نحاول نرش شوية فارينة على طاولة العمل. ونحطها ونبسطها هكا بأطراف الأصابع، ومن بعد نجيب الحلال ونحاول نحلها بشكل دائري. البنات ما تكون رقيقة ما تكون خشينة، يعني متوسطة. هنايا بعد ما حليتها البنات جبت صينية ودهنتها بالزيت ورشيتها بشوي فارينة، وراح نحط الخبزة تاعي. هنا حبيباتي قبل ما نحطها تخمر راح ندهن الوجه تاعها بالبيض. البيض هذا كان بقالي من المقادير الاولى، يا اخي درت غير نص بيضة. ندهن الوجه تاعها مليح ومن بعد نحطها تخمر. هنا حبوباتي بعد ما دهنت وجهها بالبيض راح نحطها تخمر. هنا البنات ما نعرف كيفاه تسيبري مالي واحد المقطع هكا، بالك التليفون ما كانش يصور. المهم هنا في الكريمه تاع الليمون البنات درت 2 كيسان حليب مع 3 مغارف كبار نشا وزوج مغارف كبار سكر ولافاني، ونحطها على نار متوسطة ونخليها حتى تعقد وتدي القوام الكريمي. وبعد ما تطيب البنات راح ندير لها مغرف كبيرة مارغارين ونخليها تبرد. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. هنا بعد ما طابت الليمونة تاعي حبيباتي راح نقسمها على زوج بواسطة الخيط. هذه الطبقة الأولى، راح نحاول نحط الكريمة تاعي. هنا بعد ما حطيت كامل الكريمة راح نحط الطبقة الثانية كما راكم تشوفوا. هنا جبت معجون تاع المشماش البنات راح ندهن الوجه تاع الليمونة بالبانسو. كما تقدروا ديروا لاجولي، انا يا درت المعجون باه تجيني بنينة. وندهن الوجه تاعها كما راكم تشوفوا.
احنا البنات بعد ما دهنت الوجه تاعها بالمعجون راح نجيب صفايه ونحط كميه مليحه من سكر كلاصي ونغربلها ونزين الوجه تاعها. هنا بعد ما زينتها بسكر كلاصي كما راكم تشوفوا هذا هو شكلها النهائي، ان شاء الله تعجبكم. هنا قصيت لكم طرف باه تشوفوا كيفاه جات خفيفه وطالعه، والبنه ما نحكي لكم شو والله غير بنينه بزاف. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم حبيباتي ما تنسوش تديروا لي جيم وتخليوا لي كومنتار.